رسول الله على أشكر حضور الكريم. أهلا ومرحبا. وهذا اللي وقف الكشافة من ثانية قيادة القيادة العامة الكشافة مجيم يانس حرب الوطن وراء تمهيلهم للجمهورية الإسلامية الموريتانية مخيم كشفي عالمي تم انعقاد جمهورية كوريا الجنوبية ومضى أسبوعين قبل يانس طبعا بعيناهم وحضروا حتى الآن. طبعا الكشافة هي حركة تطوعية مفتوحة لجميع الشباب وتعتمد في تربيته الواجب نحو الله نحو الآخرين ونحو الذات. مؤسس الحركة الكشفية هو لورد روبرت ستيفنسون سميث وهو ضابط بالجيش البريطاني وكاتب. ولد 22 فبراير 1887 وفي 8/1/1941 وتم التأسيس عام 1907. رسالة الكشافة وضع المؤسس لورد روبرت رسالة الكشافة في توضيح القيم التربوية لدى الشباب من خلال إنعاش إحياء الحدس الداخلي لديه. وتهدف الكشافة إلى إبراز جوانب التميز النفسي والبدني والمهاري للأفراد وتنمية قدرات الشباب روحيا وفكريا وبدنيا واجتماعيا ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع وذلك وفق قواعد ومبادئ الحركة الكشفية المتفق عليها عالميا. ماذا نتعلم من الكشافة؟ نتعلم منها مهارات جديدة حيث أنها مفيدة في أمور أخرى للحياة. يتم تعليم الشخص كي يتفاعل بمبادرة منه وبشكل مسؤول بالتعاون مع الآخرين ويتعلم أيضا مهارات بحيث يكون بإمكان عضو الكشافة من خلالها أن يتدبر أموره في الطبيعة وأن يتفاعل هناك بالطريقة الصحيحة. ما هي مواصفات الكشاف؟ الكشاف صادق، الكشاف مخلص، الكشاف نافع، الكشاف ودود، الكشاف مؤدب. أجمل ما قيل في الكشافة أنها ميدان تربوي شريف تتبارى فيه الجياد الأصيلة خدمة للوطن وتربية للمجتمع. شمعة فرح تضيء الدرب الإنجلي وتهدي السبيل. الكشافة المدرسية تنشد حتى الطفل على بناء شخصية قوية وتعليمه قيم وتعاليم ديني وتدعيه إلى الالتزام بعادات وتقاليد المجتمع. برامج الكشافة وتعتمد برامج الكشافة على تحمل الصعاب والاعتماد على النفس وممارسات العادات التربوية الصحيحة والابتعاد عن الممارسات والعادات السيئة.